الموحد ما في قوة تخيفه. ولذلك مرة جمع حاكم فرنسا في الجزائر جمع العلماء والوجهاء يخوفهم فرنسا، وقال لهم إن فرنسا اليوم عندها مدفع كبير يضرب أي عدو لفرنسا في الأرض، يعني المدافع كانت قريبة على بلاد المسلمين، وقال إن فرنسا اليوم تملك إيش؟ مدفع كبير مثل الصواريخ بعيدة المدى عابرة القارات. فتقدم إليه عبد الحميد بن باديس من بينهم وقال إننا معشر المسلمين نملك مدفعا أقوى من مدفعكم. فقال الرئيس هذا وما المدفع الذي عندكم؟ قال إنه مدفع الله. شوف إنه مدفع الله، الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا في القراءة الوسطى إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذا الموحد عندك الله سبحانه وتعالى. ولذلك القسطنطينية تفتح بالتكبير، كيف بالتكبير؟ الله أكبر الله أكبر، تسقط الأسوار تنهد الأسوار. بعض حروب أهل التوحيد في هذه البلاد لما الإنجليز قصفوهم في بعض المناطق بالطائرات، كانت طائرتين إحداهما أسقطوها ببندق قديمة، بندق من البنادق القديمة الصمعة، ضموها بها وسقطت الطائرة. والثانية قال لي الوالد رحمه الله كبروا عليها كبروا عليها. قلت كيف كبروا عليها؟ قالوا الله أكبر وطاحت. شف كبروا عليها قالوا الله أكبر وطاحت. وكان فيهم بعض الناس يقولون بريطانيا تبي تضربنا بالطائرات، فقال واحد منهم الله فوق الطيارات ولا بريطانيا؟ قال لأن الله فوق الطائرات. قال مدام الله فوق الطائرات ما هم هازميننا. شوف التوحيد، التوحيد الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد الحقيقي، أن قلبك يمتلئ بتوحيد الله عز وجل، لا تعلم تعلم أنه لا أحد يغير القوة أو الرزق أو أي شيء في الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقرأ هذا الحديث القسطنطيني تفتح بالتكبير، تقول وين الصواريخ وين البارجات وين الطيارات؟ كل هذه قوة أرضية، وقوة الله أقوى من كل قوة.